مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اول اشي اسفة كثير كثير على الغياب، كان في ضغط وظايف واشياء فاضطريت انه لا اعمل وظايف وبعدين اصير اصور فيديوهات. وطبعا رمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحة وبالخير. الفيديو اليوم راح يكون محاولة لفلوج، راح اخذكم معي وين ما اروح وين ما اطلع، وخليكم معي. بالنسبة للبسي اخترت قميص أبيض وبنطلون كحلي وفيه مقلم أبيض، وطبعا هي الأشياء اللي حلبسها، وهاي هي عدتي. بدي أحطها في الجزان ونطلع. طبعا زي ما انتو شايفين كمام معقم وكحول رش مهم جدا. وطبعا إذا بتحبوا تعرفوا شو في شنطتي، شو باخد معي كل يوم بالدوام، طبعا قبل الكورونا يعني، وإسا جيت رجعنا على التطبيق، فممكن أقولكو شو في بشنطتي. هيك بكون وصلت لسوبر فارم، راح اخذكم معي. هي زي صيدلية. طبعا قصيت شعري، ما قدرتش اخذكم معي لانه بعد شوي الاشي مش هالقد مفهوم ضمنا انه امسك كاميرا واقعد احكي فيها قدام العالم. خلينا نكمل. انا حاليا وصلت وهسه بعمل فشل. قسم التجميل، مكياج، وفيه كمان قسم أدوات التنظيف، وبرضه كمان فيه قسم للأكل وأشياء يعني للأطفال، وهون قسم العطور. وصلت على الدار وراح أفرجيكم المشتريات اللي شريتها من السوبر فارم. بس قبل بدي أحكي لكم نقطة، إنه أنا كنت شاري منتجات قبل بكم يوم، 3 أيام يمكن، واليوم شريت منتجات، فقلت بعملهن من مرة واحدة فيديو مشتريات واحد من السوبر فارم. ونبلش. أول إشي جبت الريفريشنج آي، اللي هن هذول اللزقات اللي بتحطهن تحت العين، اللي بيعطونا ترطيب للعين منه لما إحنا من المكياج بنفع نستعملهن، إنه اللي بهر من الاي شادو على الهون يهور على اللزقه منه، احنا نعمل زي تنظيف وترطيب. هو حل مثالي للزقات اللي طلعت قبل اللي هن كانوا بلا ترطيب، بس انه نعمل زاويه للعين، نحدد العين ونكون تنظيف. هذا حل منيح وبترطب وشعور حلو انه لما نحطها. ومهم جدا تعرفوا انه تحت العين له حق كمان، لازم يترطب، لانه اذا بترطبش بصير زي خطوط، ومش بس الكونسيلر بكون السبب فيها، الكونسيلر بزيد انه تصير هاي الخطوط وبصير المنظر كيكي مش حلو. وهذا هو بالنسبة للآي ريفريشينج. بعدين نيجي بستخدم ماسكات الترطيب. ماسكات الترطيب هذول بستعملهن من 10 دقايق إلى 15 دقيقة، برطب فيهن وجهي، هني بديل كريم الترطيب. اذا انت بتحبيش تستعملي مثلا كريم الترطيب او بتحبيش ملمسه، فيك تستعمليهن كترطيب. انا مش كثير بحب ملمس كريم الترطيب او الكريم بحد ذاته، بس ما نجبر احط كريمات، بس بالاوقات اللي بديش احط كريم او استعمل كريم بستعمل الماسكات. وجبت كمان ماسكات 2 للشعر
بالفيتامين اي. رح اجرب هنا اقولكم رايي فيه. هذول استعمال واحد، والمسكات اللي عرفتن قبل شوي كمان استعمال واحد. بعدين بنت ايه جبت صابوني هاي من جارنيير، هي هاي مقشر ما جربتهاش صراحة. جربت صابوني قبل من جارنيير الزرقاء اللي في عليها فرشاي، كثير منيحة يعني صراحة. جربت صوابين بس دايما كنت ارجع لنفس الصابون واللي هي من جارنيير. وبعد هيك التونر بيكسي، هالتونر سمعت عنه كثير ريفيو انه هو منيح، فقلت بجرب الميني الحجم الصغير، اذا حبيته بجرب بجيب الفول سايز. وجبت كمان بالسوبر فارم نزلوا ماركة جديدة اسمها ريفولوشن. الريفولوشن هي هاي ماركة نسبيا اسعارها كثير معقولة. جبت اجرب منها شغلات، وراح اعمل تجربة الشغلات بفيديو جديد لحاله. يعني شريت كريم اساس، كونسيلر من نفس الشركة ريفولوشن، وباليتة كونتور فيها كل الالوان برضو من ريفولوشن، بس كونتور ماي. نسيت اجيب الكونتور الناشف. اوكي، وجبت البنانا باودر. البنانا باودر سمعت عنها كثير مدح انه هي منيحة، صراحة ما جربتهاش، اسا فرصة اني اجربها واقولكم رايي فيها. الاشي اللي بعده جبت اللزقات الانف اللي هن بيقيموا الرؤوس السوداء، رح اجربه. من محطوب مكتوب لي انه هو من فيه خلاصة التي تري اويل، وبرضه من شركة لايف تاب على السوبر فارم. بعرفش قديش هو منيح قديش هو لا. جربت الميجلون زاهر منيح مش عاطل. وشريت كمان اي شادوز من ريفولوشن، برضه كمان سمعت عنها انها هي منيحة. بعرفش اذا هاي الماركة عن جد منيحة كيف بيحكوا ولا كيف. رح اعملكو فيديو احقولكو رأيي فيها، رح اعملكو فيها تيتوريال اللي ممكن تستعملوه للعيد، يكون اشي بسيط. اوكي، وكمان جبت الهايلايتر، باليت هايلايتر بلون ذهبي من برضو من نفس الماركة ريفولوشن. اسعارها كثير كثير رخيصة مش غالية. واهم اشي الديدورانت، جربت كثير ديدورانت بس بحب دايما ريكسونا الزهرية او هاي الابيض واسود، ريحتها كثير منيحة وبتضاين معي 48 ساعة. يعني مش بالضبط 48 ساعة كيف مكتوب، بس بتضلها يعني ما فيش ريحة ريحة مش حلوة يعني بعد فترة معينة. اخر اشي الماسك الطين اللي هو للرؤوس السوداء. انا صراحة كنت مفكرة حالي جايبة الاسود، الاسود كان كثير منيح جربته، طلعت جايبة الازرق اول مرة بجربه اول مرة بستخدمه. رح اقولكم رأيي فيه هل عن جد منيح او لا. اوكي، وبهيك بكون خلص فيديو لليوم. بتمنى يكون عجبكم. اذا حبيتوا ما تنسوش تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، بكون بالصندوق الوصف الانستغرام اللي الي، وتفعلوا جرس الاشعارات والسبسكرايب واللايك والشير والكومنت، وتقولوا لي افكار بدكم اياها انزلها على اليوتيوب اعمل فيها فيديوهات. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.